سنة حلوة يا جميل، شك شك شك. سنة حلوة يا جميل، شك شك شك. النهاردة يا جماعة عيد أحلى واحد في الدنيا دي كلها. النهاردة عيد ميلاد البطل، عيد ميلاد الأمور العسول الكتكوت أبو نغمستين، اللي عايز أقول لكم كده بكسف من خياله، اللي الأدب الأدب قولي آمين آمين. فالنهاردة عيد ميلاد يوسف يا جماعة. النهاردة يا جماعة يوسف بيتم 13 سنة، فنحب نقول له كل سنة وانت طيب. والنهاردة احنا عاملين له حاجة جامدة جدا كده، اتفقنا مع بعضنا كلنا ان احنا هنغفله وهنعمله له بره في حتة بعيد بعيد خالص 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 عشان تبقى مفاجأة، فنقول له كل سنة وانت طيب. بصوا بقى، انا جايب لكم مفاجأة جامدة جدا جدا جدا، بدوسها واحدة. مفاجأة النهاردة بقى جايب لكم تطبيق جامد جدا، تطبيق بوكيت بروكر، هتقدر تكسب بدوسه واحده بس. التطبيق ده بقى يا معلم هيساعدك ان انت تستثمر فلوسك وتتداول من غير خوف، من خلاله ان انت هتعمل حساب تجريبي وهتطلع كل الخوف اللي عندك ومش هتخسر اي حاجه. انا بقى هقول لكم على التكنيك اللي انا بستخدمه وبيطلع معايا ارباح كويسه جدا. انا عامه الاستراتيجيه بتاعتي بدرس السهم ان كان في حاله صعود او في حاله هبوط، بس خدوا بالكم انا مش ببدا الصفقه غير لما ادرس السهم بتاعي كويس. وطبعا كل ده تقدر تتعلمه من الحساب التجريبي اللي انت طلعت فيه كل مخاوفك. والحاجة الاهم بقى ان انا مش بستخدم فلوسي كلها، بستخدم منها 10 أو 15% بس. اول ما تبقى متمكن بقى من الحساب التجريبي بتنقل وتبدأ صفقات حقيقية، وبرضو هتتبع نفس الاستراتيجية. ده غير بقى ان بوكت بروكر عامل جوائز جامدة جدا على سحب سيارات ان كان بورش تسلا، وكمان في جوائز مالية بتوصل لـ1000 دولار. ده غير بقى لو استخدمت البرومو كود اللي على الشاشة قدامك دلوقتي هتاخد 60% على اول ايداع هتعمله. هتلاقيني دلوقتي سايب لك لينك بوكت بروكر تحت في الديسكريبشن، خش واتبع الاستراتيجية اللي انا قلت لك عليها وحققوا ارباح. انا هروح بسرعة وندي الميكروفون كده قبل ما يوسف يجي عشان هو في الدرس دلوقتي، وندي الميكروفون للحاج يقول له كلمتين ويدعي له دعوتين ويتمنى له امنية في حياته اللي جاية. النهاردة بيتم 13 سنة، بكرة هيتم 14 و15 وال20، وهيبقى راجل مسؤول عن اسرة، فطبعا هيشوف الحاجات دي وهو كبير وهو عنده اولاد فيفرح بيها يعني. فندي الميكروفون للحاج ونقول له قول لي يوسف كلمتين بمناسبة عيد ميلاد. قبل ما اقول ليوسف كلمتين نسلم على حبايبنا الاول. بقول لي يوسف كل سنة طيب وربنا يوفقه وينجحه، ولكل مجتهد نصيب، وهو عيد الميلاد ده بس احنا بنفرح الاولاد. لكن انا عن نفسي ما بحترفش بالكلام ده، ولكن الاولاد بتبص لبعض بقى. كل سنة طيب يا يوسف وربنا ينجحك، سنة راحت وسنة جاية تكون احسن من اللي راحت، وربنا يوفقك وبص قدامك ما تبصش وراك، وركز في دراستك وركز في امورك وما تشغلش بالك بحاجة. انا تملي افكرك واقول لك خلي بالك من نفسك، ما تشغلش نفسك باي حاجة خالص، وسيب كل شيء في ايد الله سبحانه وتعالى، ربنا يوفقك. والحاجة نديها الميكروفون ونقول لها سلمي على جمهورك وحبايبك. ازيكم عاملين ايه وكل سنة وانتم طيبين. بمناسبة العيد الكبير جاي ما شاء الله، العيد جاي ورا بعضيها، وعيد ميلاد يوسف النهاردة، نقول له كل سنة وانت طيب يا يوسف. يا اسمي غالي يا يوسف، وانا يا يوسف بحبك بحبك قد الدنيا دي كلها. ايوه يا عم، ايوه يا عم، حاجه من تيتا اهو. يوسف ده طيب. غالي غالي عليا قد الدنيا، هو ورماس زياد ونيره كبروا فهموا خلاص، هم هتحملوا المسؤوليه، اما دول حملهم تقيل لسه في رقبتي، وبدعي لربنا واقول يا رب يا رب طول في عمري على قد ما تقدر يا رب، واشفيني وعافيني يا رب، عشان خاطر رماس وخاطر يوسف لسه عود اخضر، لسه عايزين بناء، عايزين حد ياسسهم ياسسهم صح. ونيره وزياد برضه ما هماش كبار للدرجه يعني، فربنا يخليكي للكل وما يحرمناش منك. ومعلش احنا متاخرين في الفيديوهات شويه، لان طبعا الامتحانات جايه وكله بيركز في الامتحان، وانا بشد عليه ومركزه في الامتحان، اهم حاجه الامتحانات علشان خاطر تنجحوا وتجيبوا درجات كويسه. فما تزعلوش من التاخير، كل حاجه عندنا بنتاخر فيها بسبب الدراسه والمذاكره، ف
فربنا يوفقنا ويوفقكم جميعا. نخش بقى كده عليهم بالدور كده براس المعلم، بس بسرعه كلمتين في جمله قبل ما يوسف يجي عشان انا لسه ورانا بلالين وشغلانه. انا هقلب عشان في كل مكان مش معاك الميكروفون. نبدا من اليمين للشمال. كل سنه وانت دايب يا جو، سنه سعيده عليك يا رب، وان شاء الله السنه الجايه تبقى كده تيجي عليك وانت محقق كل اللي نفسك فيه يا رب وكل امنياتك. يعني انا بقالي شويه عماله ايه احفظ في امنياتك دي، ماشي؟ فان شاء الله يا رب تبقى تطلع حاجه حلوه كبيره كده اللي انت نفسك فيه. يعني مش هقول لك بقى دكتور مهندس الكلام ده، المهم اللي انت نفسك فيه. كل سنه وانت طيب يا معلم. انا بقى عايزه اقول ليوسف كل سنه وانت طيب يا يوسف، وعايزه اقول لك ركز في الدراسه بتاعتك واهم حاجه مذاكرتك وبس كده، وتبقى شاطر كده وناجح في كل حاجه حلوه، وكل ما سبق عشان هقلدك. بص انا ايه ادر عليا ادر عليا قولي مذاكره. حسيت بيوسف والله في الحته دي ولا لا؟ اقول كمان هم قالوا كده. ايوه كده شفت، انا حسيت يوسف فعلا. بس انا عايز اقول لكم كل سنه وهو طيب، ربنا يجعلها سنه سعيده عليه، وربنا يوفقه في دراسته كده اللهم امين يا رب كده، واشوفه انجح الناس كده اهوت، واشوفه كده وهو بيكبر وبيبقى راجل ويبقى سند لينا ولينا كلنا. يعني مش عارفه ليه كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. بس اللي مسعى ما ترجع لورا، بس اللي مسعى ما ترجع بظهرها. جميع ما سبق جميع ما سبق. المهم دلوقتي بقى يا جماعه الفيديو دوت يوصل ل 100,000 لايك و 200,000 لايك ويكسر الدنيا لايكات، وكلكم تنزلوا دلوقتي تقولوا له كل سنه وانت طيب يا يوسف، وربنا يا رب كده يفرحك دايما، وعقبال كده يا رب ما ربنا يوفقه. ادعوا يا جماعه لكل الطلبه، لان احنا دلوقتي داخلين على امتحانات وفتره دي صعبه جدا جدا جدا، فانتوا ادعوا لهم كلهم ان ربنا يوفقهم في حياتهم ان شاء الله، يجيبوا درجات عاليه ويجيبوا ان شاء الله كده ويخشوا كليات كويسه جدا كده تفرح امهم. وبندعي لكل اللي بيتفرج علينا برضه. تعالوا بقى معانا كده نشوف احنا عاملين ايه ليوسف وفين وليه. طبعا احنا كان لازم نعمل المفاجاه دي بره، لانه خلاص احنا عارفين ان الوقت مفيش وقت، يوسف جاي من الدرس دلوقتي. وطبعا كالعاده نسينا زياد عشان كان بيصور. انا دايما منسي كده مش عارف في ايه. اتفضل يا باشا. الحمد لله اني نسيني، الحمد لله اني نسيني. اتفضل يا باشا. وجه كلمه. كل سنه وانت طيب يا يوسف، ودايما تبقى مبسوط، ودايما نكون بنحب بعض، وتكبر كده وتبقى راجل وشايل مسؤوليه زينا او احسن مننا كمان، وتبقى مبسوط وركز في دراستك كويس، عشان جدي كل شويه يقول له ركز يا يوسف، احفظ يا يوسف، عملت الواجب ولا لا يا يوسف، خلي بالك ايه يا ستي مش بالسن. ايوه طبعا انت كبير اه، بس أيوة. ممكن يوسف يفهم عنك. اكيد طبعا مش بالسن. والله ما بالسن. راجل بيبقى عنده 60 سنة وعيل عنده 15 سنة وبيفهم عن اللي عنده 60 سنة. اكيد طبعا يا ستي مش بالسن. اه ما تفكرش ان انت تقلك ده يا دهن اللي ستي ماسكاها لي. يعني ربنا يبارك في يوسف ويبقى صاحب مسؤولية كبيرة ان شاء الله. يوسف راجل ويبقى في مكانة عالية ان شاء الله، وربنا يوفقه في حياته. يوسف راجل يا ستي ما تقلقيش. ايوه طبعا راجل. اه اصله مش هيطلع لحد غريب، هيطلع مننا طبعا، فلازم يبقى راجل وبيشيل مسؤوليه. ايوه طبعا، فما تقلقيش على يوسف حديد. لا انا مطمنه حتى لو انا مت ان يوسف بعد يبقى الشر راجل. يا ست بعد الشر ان شاء الله. يوسف الشر. راجل راجل بمعنى الكلمه. اه عنده 13 سنه بس راجل، وانا مقتنع انها مش بالسن. وربنا يا رب يجعله زي سيدنا يوسف يا رب يا رب، ويفضل حنين كده على. طيب انت كده خدت الكلمتين بتوع زياد، سيب زياد بقى يقول كلمتين اخوه. ماما لا انت كده شاركتيه، سيبيه يقول الكلمتين اللي هو عايز يقولها. حاجه كمان عايز اقولها، اوعى تكون فاكر يلا يلا ان احنا ناسيين عيد ميلادك يا يد. احنا بس مش عايزين نلهيك بس عشان اليومين دول مذاكره وداخل على امتحانات، بس احنا مش ناسيين، احنا ما بننساش، ولما بنغيب ما بنغيبش كده يا وانطة ولا ايه؟ يكون مرتب لحاجه كبيره. اكيد طبعا. كل سنه وانت طيب يا حبيب قلبي، وتعالى بقى عشان المفاجاه اللي احنا عاملينها لك في المكان التاني جامده جدا. تعالى يوسف جه يا جماعه بالسلامه، وعايزين نقول لكم ان يوسف ما شاء الله عليه متفوق ومذاكر ومراعي دراسته جدا جدا، ونقول له برافو يا يوسف، يوسف العسل. ادعوا له يا جماعه ان ربنا يوفقه. احنا دلوقتي بنعمل روتين ماشي، وبنغسل السجاد. على ما اروح اغسل السجاد تكون خلصت الواجب، عشان عايزك في مصلحه جامده جدا، وهجيب لك حاجه جامده جدا، فتخلص الواجب على ما اروح اغسل السجاد واجي. قشطه هخلصه واجي لك على البيت عشان اساعدك هناك. قشطه ماشي. لا ما تجيليش على البيت، انا هبعت زياد ياخدك بالعربيه. حاضر. ما تجيليش ماشي. حاضر. اتفقنا. ايش خلص الواجب على ما اغسل السجاد. خلص الواجب. خلص خلص الواجب. خلص كله كله عشان احنا ما ورناش وقت. يلا يا بطل حطوا لايك الفيديو ده يا جماعه على ما نغسل السجاد. على ما نغسل السجاد.
انا هروح يا بابا اغسل السجاد ماشي، وهاخد يوسف عشان عايزه في مشوار ماشي. هيغسل معاك سجاد؟ لا هو ورا مذاكره، هو لو ما كانش ورا مذاكره كنت سبته. ماشي يا معلم. رقم واحد ولا فاضي تغسل السجاد؟ رقم واحد ايه؟ مذاكره كمان مرة. والنبي والنبي عجبتني كمان مرة، معلش وانا كل يوم بقول له ايه؟ عجبتني. رقم واحد ايه؟ المذاكرة. قول ورايا يا جدعان، رقم واحد ايه؟ المذاكرة. رقم واحد ايه؟ المذاكرة. صوتي اتنبح اهو من كتر ما بقول المذاكرة رقم واحد. طب قول الرماكس. رقم واحد ايه؟ المذاكرة. رقم واحد ايه؟ المذاكرة. اعمل ايه يا يوسف؟ يلا يا عم ما ورناش. استنى يا عم معلش معلش يا عم استنى اما اشوف الواد يا عم واتطفى على فكره. هو شوفي كده يا ستي استنى موزنه كده. لا 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 يا محمد لا، الله اكبر الله اكبر، ده تأسيسي. ربنا يبارك فيك. الله اكبر. خلاص بقى يا اما بقى ورناش. اطلع يا عم اعمل واجب. نص ساعه مش عايز يوسف يعرف اي حاجه خالص. لا اللي هيلبس يلبس في هدوء، واللي هيعمل حاجه يعمل في هدوء، واللي هيلف الهديه يلفها في هدوء. انت كده اللي هتعرفه. احنا عرفنا وهو ده المهم. هو كده كده ويكتب الواجب ويخلص اللي وراه. بص يا جماعه، هو دلوقتي هبعت زياد بعد ما نخلص اللي بنعمله هنا، هبعت زياد ياخده على اساس هو كده فاكر ان احنا رايحين في حته، ونفاجئه بقى. يلا بينا. بص بقى يا جماعه، انا عايز اقول لكم ان انتوا تشوفوا الجاردن دي كلها دلوقتي حاجه كده عظمه عظمه عظمه. ان شاء الله الحاجات دي هتفرح يوسف، والهدايا اللي هنقدمها له هتفرح يوسف. وبنقول له كل سنه وانت طيب يا يوسف، وان شاء الله كده عقبال مليون سنه وانت فرحان وسعيد. واستنوا بقى عشان هتشوفوا عظمه هنا بقى، هتشوفوا حفله عيد ميلاد جامده جدا. صح يا رمس؟ هنعمل له حفله ميلاد حكاية. هنوريكم يا جماعة بعد ما نخلص، استنونا بس 10 دقايق بالظبط. معلش يا زياد نسينا أهم حاجة. إيه يا معلم؟ نسينا نجيب الصب. أوه لا ده هنا تقريباً. لا هناك. للأسف. هنا. هنا؟ أنا دورت عليه في مرة هناك عشان أشغل أغاني وأنا قاعد ما لقيتوش. يا رب يطلع هنا، لو هنا هاته. يحيى كان جايبه هنا في مرة. يحيى كان جاي عامل حفلة هنا؟ بس أنا قلت لكم لما بنغيب ما بنغيبش كده وانطة، ولسه ما خلصناش، إحنا لسه بنقول إحنا لسه بنبدأ. يا عب هادي. وانسى قفله وسط الدايرة هاكله. يلا فرح قلبه يا كل حبايبه، نرقص كده كده هو سنة راحت سنة جاية ونادرة عليا. انا فرح قلبه ده هو كده كده اصل بحبه، انا هفضل جنبه انا واللي يحبه. بص يا جماعة احنا خلاص خلصنا الفيلم كده. بصوا اللوك كده خلاص خالص خالص مخلص، وتورتتين وبيبسي بقى مظبطين الدنيا احنا. بص بقى يا زياد، اهم مهمه بقى اللي جايه دي. تروح تجيب لي يوسف، هو دلوقتي فاكر ان احنا نغسل سجاد، فاكر ان احنا رايحين في حته. صح السجاد خلص. تروح تجيب لي بقى يوسف وجدك وستك وتيجي جري في ثواني من غير ما حد يحس. طياره مياره. طياره مياره. يلا طياره مياره. طياره مياره. طياره ايه؟ مياره. طياره ايه؟ مياره على طول. لا 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 ما هو لا لا زكي زياد هيقلعه. بص الالوانات دي حلوه قوي. كل سنه وانت طيب يا يويو، وعقبال مليون سنه يا حبيب قلب خاله. لا جو معلش. كل سنه وانت طيب يا جو. حرام عليك. الديكوريشن جامد. اه بص الجو كده سيمبل وهادي، وهو اصلا هيتفاجئ ليه احنا دايما بنعمله في يعني في مكان مقفول، دلوقتي عاملينه في مكان مفتوح. كل سنه وانت طيبين. بص يا جماعه احنا حاطين على الشجر كله ورد. ورد ايه بلالين، انا مش مركز على فكره يا جماعه وتعبان. ادعوا لي كده ان ربنا يشفيني يعني وامني بالسلامه، والدور ده يروح عشان هو عند الناس كلها، ربنا يشفي كل مريض. الجماعه وصل يا جماعه، ويوسف وصل. عبد الله على السلامه. عبد الله على السلامه. عبد الله على. خلصنا السجاد كله وانتوا جايين بعد ما خلصنا النهارده السجاد. خلصنا كل حاجه. ايه ده؟ الله ينور يا زياد. الله ينور. يوسف يغسل سجاد ولا ايه؟ ما هعملها يوسف ورايا. لا يوسف جاي يتعاقب عشان ما جاش يغسل معاهم السجاد. ايوه
تنور. استنى انا شغل لك حاجة. ايوة بقى انت عايز تشغله بقى. هو هيتعامل دلوقتي. بس خلاص انا عارف دماغكم. ايوه انسوا اللي حصل ده. ادي لا اثنين ثلاثة أربعة واحد ولا مية ولا تلتمية ولا كل دنيا دي ولا مليون ولا مليون. يا دوب زي خلق يوم. ايوه بقى يلا عكب. ما اعرفش يلا يا جماعه عكب 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 اي حاجه اي حاجه. اعمل كده هي الاغنيه مش عايزه تنجز ليه. مش حني من غير ما اقول لك اسامينا يا يا ابني شفت ايه؟ بعمل مقلب. بعمل مقلب. لا مقلب ايه ايوه
ايه ده؟ بس دي اغنيه يوسف الجامده نزلها عشان هيتحول على رامز. لا ايه ده؟ ايه ده؟ يلا يوسف ايه ده؟ سمع عمي سمعهم بقى يا يوسف يلا يا عم يا عم سمع هي التورته دي تبع الديكور ولا هناكلها تبع الديكور التورته يلا اي حاجه لا ما حد اللي بيقولنا وكله راح في دخل التورته هو ده اتفضل يا بيه اتفضل يا بيه عايزين ناكل يا بيه يلا كده احنا المفروض نطفي الشمع ايوه مش عايز اتولع مش عارفين نولعها يا اسطى انت شارك بقواف زي الاريال كرينيش والله كويس ايه ده او تو يلا يلا غني بقى عيد ميلاد سمير تعالوا تعالوا هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي تو يو واتمختر كده بالراحة ايه الشمعة طافية الهف يلا يا كتاب بصوا بقى بصوا بقى يلا حالا بالا بالا حيا بالفصل هيكون عيد ميلاد الليلة اسعد الاعياد فليحيا بالفصل كده وكده كده وكده عادي عادي هبقى احطها لك في الفوتوشوب بالظبط طب يتمنى اغنيه اتمنى اغنيه يا يوسف يوسف بليز اغنيه يوسف اغنيه بليز انت بتغشش انا عارفه اغنيه يوسف كان قايل لي عليها امبارح تعالى قال اتمنى اغنيه صح يا يوسف مش اللي انت قلت لي عليها وشوش معرفهم في ودنهم عرفهم في ودنهم هتقول ولا اقول قول لا قول انت بص هو قال لي امبارح هو عايز استنى انا اقول لكم انا فاهم يوسف حاجه انت دلوقتي بتتمنى ان انت تكون ايه السنه الجايه او ايه اللي تحققه او نفسك في ايه امنيه 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 بس علي صوتك يوسف راجل يا جماعه عنده 13 سنه بس بمقام 33 سنه اشمعنى 33 ليه مش 23 انا اكبر مني ما ينفعش طب ما هو كده بقى اكبر مني طب ده ينفع لا ليه عشان ليه لسه هتب ال 22 قول امنيه نفسي يبقى ربنا مخلينا كده مع بعض دايما نفسي يبقى ربنا مخلينا كده مع بعض وربنا يكرمني كده وانجح لا 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 ايه حرد على الشر الكبيره دي قول له استنى قول له بس قول ورايا انا امنيتي انا امنيتي 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 هو ما بيقولش انا امنيه عديها عشان لو وقفنا عندها مش هو مش عايز يطمع مش عايز ياخد امنيه عايز ياخد امنيه انا امنيتي انا امنيتي انا امنيتي انا امنيتي ان ان شاء الله كده ربنا يكرمني في حياتي ويوفقني وانجح وابقى متفوق في دراستي احفظ كل دي بقى فكرتي قول له امين قول له امين امين ان شاء الله زي ما هو قال فبس مش هنضغط على يوسف بص يا جماعه يوسف ما شاء الله عسل وكيوت وده على فكره الادب ده الادب اللي هو اصلا بيتحرك كل سنه وانت طيب يا يوسف وعقبال كل سنه وانت سعيد ومتفوق وبتمنى لك النجاح المستمر دائم ان شاء الله انت واخواتك وانا احب اكمل بقى احنا بنحب نبقى مفرفشين بنحب نبقى مسقططين بنحب نبقى ناس كده فريش ما بنحبش الاكتئاب ما بنحبش نبقى ناس نكديه احنا بنطلع نفرفش ونهيص زي ما انتوا عارفيننا شفت انا ما بصدق اي مناسبه تي انا عايز اقول لكم حاجه بالمناسبه الجميله دي واحنا كده مبسوطين وفي تورته دي مناسبة حلوة صح؟ دي مناسبة حلوة مش يوم ميلاد يوسف ده مناسبة حلوة؟ طبعا المناسبة الحلوة ديت أنا قررت إن أنا أعزمكم برا على العشاء علشان أنت قطعتني ومعرفة الحيط شحرقها أقول لكم الأغنية اللي كان يوسف بيتمناها من شوية يوسف قال لي إن هو السنة الجاية نفسه يكون بيتجوز بيتجوز؟ إيه ده؟ شفتوا بقى؟ لا يوسف ما يقولش كده شفتوا بقى؟ لا. يبقى انت يبقى انت لا والله يحيى عايز يتجوز
يحيى والله يوسف عايز يتجوز يحيى انا اقول يحيى وانتوا تقولوا عايز يتجوز يحيى عايز يتجوز يحيى عايز يتجوز انا اقول يحيى وانتوا تقولوا عايزين له عروسه يحيى عايزين له عروسه يحيى عايزين له عروسه طب عامه نتجوز عشان احنا نفرح المطلوب عروسه للجواز بس الاستلام بعد 5 سنين هو ايه ده هو ايه معنى ما كنت شطبت هتاخدها مع العفش هو دي المرحله الثانيه احنا المرحله الاولى خلصت نخش في المرحله الثانيه بقى يحيى عايز يتجوز يحيى عايز العروسه يحيى عايز يتجوز يحيى عايز العروسه يحيى عايز العروسه يا حلول طب ممكن اعقب على الكلام ده بكلمتين فتح على نفسه فتوحه لا ما فتحش بدليل ان بيقول لك 5 سنين يحيى اختار العلم ودخل مجال الطب فربنا يوفقه واحنا ما بنشوفوش اجل فترات طويله بيشتغل وبيتعب فهو مش فاضي للكلام ده فانا واثق من الكلام اللي هو قاله ان بعد 5 سنين طب عايز يتجوز يوسف ايه يحيى عايزين العروسه يحيى عايزين العروسه يحيى عايز يتجوز يحيى انت اتزفت على المسرح يا يحيى يا ابني عادي خلي روحك رياضيه كده عادي فاهم عادي عادي ما هو عايز يتجوز يوسف عادي والله عادي والله يوسف لسه هتموت راح عايز يتجوز عشان يحيى عايزين العروسه استنى كمل استنى يا زلمه اتضايقت خلاص بس خلاص دي استراتيجيه احب اللي بيتفرج عليا يستخدمها انت ضايقتني لما يكون في حد بيحاول يستفزك خليه يستمر هيتضايقوا انا ضايقت بجد يلا نروح ناكل يلا عايزين نقطع التورته لا نقطع التورته بعد الاكل لا التورته هو عايز يعمل كده يعني خلوته ما افرض قطعنا فهتحمسنا الهدايا الهدايا تفتح الهدايا ولا نروح ناكل الاول لا ناكل الاول ناكل الاول ايوه ناكل بيفكرني بالواد اللي في فيلم محمد هنيدي ناكل الاول انت بتتكلم كلام زي الفل وكلام صح احنا نسال يوسف سؤال بطريقه تانية نطلع التورته ولا ناكل الاول يا ماما نفس السؤال ناكل الاول احنا نروح ناكل ولا نقطع التورته الاول ناكل برضو انت مصمم انا مصمم مش هقبط انا عرفت انا ما قدرتش اشيله ليه بقى الفانا يلا بينا يلا بينا